السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. موضوع النهاردة إزاي تحمي الحمام من حر الصيف. اليومين دول حر جدا زيادة عن اللزوم، يعني حر مفاجئ ما كانش متوقع في الوقت ده. احنا في شهر 5، لكن درجة حرارة ما تقولش في شهر 7 أو 8 أو 9، يعني حاجة يعني ربنا يعافينا يا رب. المهم يعني موضوعنا انك ازاي هتحمي الحمام. احنا اتكلمنا عن استحمام الحمام وقلنا ان هو تعمله مرة كل شهر في الشتاء. ايوة الحمام بيستحمى في الشتاء يا جماعة، مرة كل شهر في الشتاء، وفي الصيف مرة كل اسبوع، لكن مش بالحر اللي بالطريقة دي. الحر اللي بالطريقة دي لو طولت تحمي الحمام كل يوم حميه، يعني انت تعرض عليه الاستحمام، تعمل له مية كده وتعرض عليه الاستحمام، هو شوف عايز يستحمى اهو، تعرض عليه الاستحمام حوالي 3 مرات 4 مرات في الحر الشديد اللي احنا فيه دلوقتي. طيب هنعمل ايه كمان اضافة؟ احنا قبل ما نحمي، قبل ما نحط مية الاستحمام ونحط الاضافة اللي احنا هنحطها اللي هو الدواء ده ايفريزين، تمام؟ هي الازازة دي 60 ملي، او يعني او 60، نقول 60 سنتي. هنقول لك ازاي. انا بحط نصها، لو اول مرة حضرتك تعمل بتحط نصها على 30 لتر تقريبا، زي دول اللي هيستحمى فيهم الحمام. الحمام نزل اهو. لكن لو انت هتحمي على طول باستمرار بالدواء ده، او مش الدواء ده، لو ما لقيتش ده تجيب اكسوميترين، ده بشري يا جماعة على فكرة، ده بشري من صيدلية بشري اسمه ليسيون للاستحمام، بتحط الشعر بشري بيقضي على الحشرات عموما كلها. طيب لو انت ما استخدمتش، لو ما لقيتش ده تجيب حاجة اسمها اكسوميترين برضو بشري، هتلاقي ان ما لقيتش ده يبقى ده هو امن حتى لو الحمام شرب منه. لكن قبل ما بنحط منه احنا بنكون اكلنا الحمام، الحمام اكل وشرب عشان برضو ما يشربش من الدواء ده، لان هو مهما كان بيقتل الحشرات. احنا شايفين الحمام بيستحمى ومستمتع، هنروح نحط اول مرة بس زي ما قلنا نص الازازة على مية الاستحمام اهو، هنضيف تقريبا نص الازازة، ما تخافش هيبقى حوالي تقريبا سنت على اللتر، لكن انت هتعمل كمية اقل يبقى هتعمل حوالي نص سنت على اللتر، لكن انا بعمل كمية كبيرة حوالي زي دي اهو تقريبا نص الازازة. لكن لو هتعمل بعد كده هعمل حط غطا بس في كل مرة، لان هحمي تقريبا كل يومين، هعرض عليه الاستحمام كل يومين. يا جماعة ارحمهم الحمام بتاعكم، زي ما انت بتيجي كده من بره حران هتلاقي الزغليل والحمام بتاعك هيموت من الحر، عشان ترحمه من حرارة الجو دي وما يموتش منك الحمام. طيب الحمام بس لا، انا اول مرة هنعمل ايه مع بعض، هحمي معاكم الزغليل. هنشوف نجيب زغلول اهو، زغلول لسه صغير اهو، وهنسيبه في المية ما تخافش عليه اهو، اهو سيبته احميه في المية الزغلول، واحاول اعمله كده زي الكبار ما بيعملهم، منها هبرد جسم الزغلول، ولو في حشرات ذباب هيقضي ذباب او الفاش، لان بلاقي اليمون دول اللي على الجروبات كلها بتاعت الحمام بتلاقي المشكلة دي، كل الناس يقول ان هو عنده حشرات في الحمام خاصة في الزغاليل. ده يا جماعة هيموت لك الذباب فورا. الذباب اللي انت دايما بتشتكي منه، الذباب هو من سبب الامراض، خاصة الجدري اللي بيصيب الزغاليل في فصل الصيف. الحمد لله شوف حضرتك اهو الزغلول ما شاء الله مفيش عندي جدري رغم حرارة الجو، الناس كلها بتشتكي من الجدري اليمن دول ومن الحشرات. هي الحشرات سبب نقل الامراض، خاصة الجدري اللي هو في الايام دي. اهو الزغلول الحمد لله، حطينا كمان جوز زغليل تانيين اهم اهم يا جماعة. احنا هنقول كمان ايه الحشرات اللي بيقضي عليها الدواء اللي احنا حطيناه في المية ده. ذبابة الحمام، يبقى الفاش زي ما قلنا، والسوسة اللي بتيجي في ريشة الحمام، السوسة اللي بتاكل
الريش بتاع الحمام، يعني هتلاقي الريش متآكل، لو في سوسة ممكن ما تشوفهاش، هي بتبقى سوسة ناعمة جدا، حاجة زي النملة كده تلاقيها ماشية في ريش الحمام. احنا كده بردنا اهو الحمام، بردنا الزغاليل، وبنقضي كمان على حشرات الحمام. تمام. طيب كده احنا قضينا على الحشرات اللي في ريش الحمام او في جسم الحمام. طيب ازاي هنقضي على الحشرات الموجودة في المكان اللي انت بتربي فيه، في السلكات، سواء السلكات او لو انت مربي سايب زي كده، او هتعمل ايه في الفرشة بتاعت الحمام لو فيها سوس تحت الحمام. عموما احنا جايبنا ده اسمه نصر ليسيون، هو الاسم مكتوب بالغامق، لكن انا قلت لحضرتك اسمه نصر ليسيون. اهو تمام. هو مبيد حشري بيجي من عند اللي بيبيعهم المبيدات الزراعية يا جماعة. هو مش غالي، تقريبا الابوة دي بعشرين جنيه، او مش فاكر، او ممكن بخمستاشر كمان. بتحط منها 5 سنتي على لتر المية. بعد ما بتحطها يعني بتستخدمها في بخاخة 5 سنتي على اللتر، وترش المكان كله. انا بستخدم البخاخة زي دي، انا عملت فيديوهات كتير عن الموضوع ده، لكن احنا بنذكركم دلوقتي علشان احنا في فصل الصيف وناس كتير بتشتكي. يعني هتحط ديت مثلا 2 لتر، نحط عليهم 10 سنتي من الدواء ده، وتكرر الموضوع ده ولو مرة كل شهر. لكن لو في حشرات كتير اعملها، لو الحشرات ما انتهتش ممكن اعمل مرة، وبعدين بعد اسبوع اعمل مرة تانية، رش مرة تانية لغاية ما تتأكد ان المكان عندك. ده بالنسبة للرش. لكن استحمام الحمام ده ما تقطعوش خالص، استحمام الحمام ده استمر عليه دايما، هيقي عندك الحمام. الحشرات يا جماعة بتنقل امراض كتير، زي ما قلنا اهمها في فصل الصيف ده الجدري. الناس اللي عندها الزغاليل بيطلع فيها جدري دايما. اهم شيء اقضي على حشرات الحمام، ينتهي من الحمام الجدري. تمام. زائد الفاش اللي بيضايق الحمام وبيضايقك انت كمان. الحمام لو بيتهرش هيطلع البيض فارغ يا جماعة، الحمام اللي بيتهرش هيطلع البيض فارغ، لان بيضايق الذكر والنتاية اثناء التزاوج. تلاقي الذكر هيطلع على النتاية يقوم يتهرش وخلاص، بقى ما عادش يتلهى في الهرش اللي هو في جسمه مضايقه. زائد ان انت لما هتطلع لنفسك للحمام وهتلاقي الفاش، انت هتبقى متضايق مش عايز تطلع للحمام. ده كده يبقى ذبابة الحمام خلاص راحت بالاستحمام، والفاش كمان راح بالاستحمام، زائد الرش. الذبابة مش هتروح غير بالاستحمام، لكن الرش هيضيع اللي باقي في المكان، بقى هيقضي على اللي باقي في المكان، اما بيكون على الحيطان وفي الفرشة هيقضي عليهم. طيب بالنسبة لفرشة الحمام اللي انت بتفرشها، لو بتفرش قش زي حالاتي كده يبقى هنعمل ايه؟ يبقى لو احنا هنستخدم للفرشة عايزين نستخدم القش في فرشة الحمام او النشارة اللي الحمام يبيض فيها وفيها فاش مثلا، او فيها حشرات او فيها سوس، يبقى انا معايا، او لو عندك في المكان صراصير، ده بيقضي على الصراصير تماما يا جماعة، خد بالك ده بيقضي على الصراصير تماما. طيب انا معايا ده اسمه ميلاسيد 5%، مش غالي، تقريبا الكيس ده كمية كبيرة محترمة ب15 جنيه، ايضا بتشتريه من عند اللي بيبيعهم الحبوب الزراعية والمبيدات الزراعية يا جماعة. ده اسمه مسحوق تعفير ميلاسيد 5%. طيب بنستخدمه ازاي؟ احنا بنملى، عندنا علبة زي دي معذرة هي قديمة شويتين، انا بملاها وبستخدمها للرش اهو عن طريق الثقب اللي فيها ده. يعني مثلا هنروح هنفرش، تجربة كده مثلا في الفرشة دي، زي ما قلنا الفرشة دي معذرة انا ما يعني ما نضفتهاش، لكن باستعجال كده هنرش كده الاول البودرة اهو. تمام، ما تخافش. وبعدين هتحط القشاة بتاعتك فوق
الشاية اللي الحمامة هيبيض فيها أو الزغاليل هترقد عليها، ما تخافش إن شاء الله مش هتأثر في حاجة، مجربة أنا بعمل كده دايما. دي مش هتخلي الصوص اللي هو تحت اللي ممكن يأذي الزغاليل ممكن يأذي البيض، الزغاليل أول ما تفقس ممكن تموت وممكن يضايق الحمام اللي راقد على البيض ويقوم يسيب البيض. بكده يكون انت رحمت الزغاليل ورحمت الحمام بتاعك من حر الصيف، وقضيت على الحشرات ووقيت حمامك من امراض كتير. كده يكون خلصنا الفيديو. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.